معنا باختصار يعني. طيب معنا على الهاتف صديق البرنامج الاستاذ المحامي فهد الرباع. مرحبا استاذ فهد. حياك الله. حياك استاذ تركي. حي المحامي الاستاذ خالد الشعلان. هلا حياك الله. للمره الثانيه اكون معاكم وشرف لي صراحه. ان شاء الله معنا على طول باذن الله فهد. على طول تحت امرك الله يسلمك. طيب حبيبي في تصريح لك حكم القضاء يعطل، تصريح يعني كان ثقيل، احكي لنا وش يعني قضيه التصريح. اولا في انا تكلمت في موضوع قرارات غرفه فض المنازعات. انا عندي يمكن يعني 6-7 قضايا موجوده الان في غرفه فض المنازعات. انا محامي لبعض اللاعبين وبعض الوكلاء. المشكله اللي نواجهها انه في عندي قرار صادر من الغرفه، قرار نهائي صادر على احد الانديه الجماهيريه. اللي صار انه صدر القرار قبل الفتره الشتويه. تمام. ف يعني تم ادراج تنفيذ هذا القرار، انه يجب على النادي تنفيذ القرار حتى يتمكن من تسجيل اللاعبين لديه. لحظه عشان استاذ فهد لو سمحت لي، القرار هذا طبعا صدر صح ولا لا؟ صدر. اي يعني مو سر. النادي من هو؟ صدر قرار ضد نادي الاتحاد. اللاعب مين؟ اللاعب ايمن فاضل. ممتاز. لاعب في الدرجه الاولمبي. اوكي صدر لك القرار، تفضل. وبعدين بعد ما صدر القرار انه لابد ان النادي يدفع المبلغ حتى يتمكن من عمل التسجيل. طبعا نادي الاتحاد لم يسجل في الفتره الشتويه، لم يدفع. طيب الان كيف يتم تنفيذ القرار؟ صار في تواصل مع لانه الجهه المنفذه لقرارات غرفه فض المنازعات هي لجنه الاحتراف. نعم. فتم التواصل مع لجنه الاحتراف. يا جماعه طب يجب وضع اليه معينه لتنفيذ القرارات. هل معقول انه النادي اذا لم يسجل لم ينفذ القرار؟ يعني لازم نستمر الان الى فتره الصيف. اذا النادي لم يسجل نستمر الى فتره الشتاء. فما لهم ما عندهم طريقه الا طريقه واحده اللي هي عدم قيام النادي بالتسجيل. في مقابل ذلك في غرفة فض المنازعات في الفيفا الإجراءات واضحة عندهم، يصدر القرار، يتم منح 30 يوم مهلة للنادي حتى يتم سداد هذا القرار. بعد ما يتم إذا يتم تنفيذ القرار ويرفع صاحب المصلحة المتضرر يرفع لغرفة فض المنازعات بأنه لم يتم تنفيذ القرار حتى تاريخه، فإن غرفة فض المنازعات تصدر قرار آخر بفرض 5% من المبلغ الإجمالي كتعويض عن التأخير في تنفيذ القرار. لا التعويض يبغى له قضية، ما مشكلة. استاذ خالد عندك مداخلة مع الأستاذ. أي عندي مداخلة صدر. ويمكن يتفق معي استاذ فهد. فهد انا قبل صدر. فترة كنت مقابل الدكتور عبد الله البرقان وجلسنا نتحدث، وتحدثت عن معاناة القانونيين والمحامين وما الى ذلك واللاعبين قبلهم من تنفيذ القرارات، لانه الأندية تعرف انه في التنفيذ تخشى في الفترات الشتويه هي تدفع لك فقط غير الفترات الشتويه مع السلامه. زين قلت له لماذا لا تقترحون في مجلس الاداره انشاء لجنه، لان من صلاحيات الاستاذ احمد عيد والمجلس الاداره انشاء اللجان المؤقته تسمى لجنه تنفيذ تسلخ النظام الموجود في القضاء العادي نظام التنفيذ بصوره مبسطه زي صورة المبسطة اللي انت تعرفها في فض المنازعات. أيوة ممتاز. لأن مسلوخة هي تقريبا من المرافعات الشرعية ممتاز. تسلخ بطريقة مبسطة ويكون التنفيذ زي ما ذكرت أنت بجبرا بأي آلية. وبالعكس تعرف أنا قلت له وش الآلية، أن النادي اللي ما يسجل اللي ما ينفذ القرار، يعني قرار اللي صادر الأستاذ فهد بارباع لمصلحته أو اللاعبين اللي عنده، إن القرار أول قرار طبعا يكون فيه اللي هي الاختيار وما إلى ذلك، لكن أهم شيء إنه يختار 4 لاعبين أو 3 لاعبين ويوضعون في المزاد العلني. أنت تعرف المزاد العلني الموجود في نظام التنفيذ؟ إيه يؤخذ ويؤخذ وفق. نعم هذا يعتبر اخر اجراء في اجراءات التنفيذ يعني. اي نعم يؤخذ هذا صدقني لو يؤخذ هذا الاجراء رؤساء الانديه ومجلس الاداره
إذا كان الحكم اللي صادر لفهد بربع وغيره مليون ولا مليونين، يخشون على لاعب عقده ممكن 10 مليون يوضع في المزاد طيب. العلني. العقد أنا أتكلم. أبسط لك الموضوع. إحنا ما نبغاهم يأخذوا بأي شيء، إحنا نبغاهم يأخذوا بما يأخذ فيه في المبادئ الرياضية. المبادئ الرياضية المأخوذة من الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي بيصدر غرامة تأخير 5% من قيمة التعويض، وإذا استمر عدم تنفيذ القرار بيحيل ملف القضية إلى لجنة الانضباط. فرضوا عليهم غرامات وما إلى الآن ما دفعوا. ولاعبين أجانب. طيب خلينا. بيحيل الملف إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي. طيب. لجنة الانضباط عندها صلاحية في منع النادي من التسجيل لفترتين في خصم نقاط. أستاذ فهد كم لك بس عشان الوقت عندي يعني بدأ داهم، كم لك قضية مع غرفة فض المنازعات؟ والله حوالي يمكن 7 قضايا الحالية. طبعا ولا قضية انتهت حتى الآن؟ قضية واحدة انتهت ولكن لم ينفذ الحكم. القضايا في أكثر من قضية، يعني بنرفع الدعوة بيدوهم 20 يوم للرد. البعض يأخذ المدة المهلة الأخرى الإضافية 10 أيام، ولكن في تأخير ما نعلم عن الموضوع. بنرسل خطابات نقول لهم إيش اللي حاصل الآن. كم لها أخي فهد كم لها وقت؟ في قضايا الآن متأخرة عن المدد النظامية المذكورة في اللائحة. إيه كم الوقت؟ متأخرة. كم يعني؟ كم يعني في عندي قضايا أنا يعني آخر إجراء أنا عامله في شهر 12/2015. أوف. يعني 4 شهور. يعني. بس نرسل يقولوا هي الإجراء تحت الدراسة. طيب. القضية اللي الآن حكمت لك اللي هو لاعب الاتحاد أيمن فاضل صحيح؟ أي صحيح. وإلى الآن لم تصلك حقوقك؟ لا ما وصل أي شيء لأنه لجنة الاحتراف ما عندها إلا إيقاف عن التسجيل بس. طيب شكرا. ما في أي إجراء آخر. طيب شكرا جزيلا أستاذ فهد باربع المحامي المعروف. طبعا سخافة.